بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل النهاردة معاكو تابلو اسلامي، حاجة كده لذيذة ان شاء الله تنفع لرمضان. بس تابلو بسيط ان شاء الله يعجبكم. اول حاجة انا هشتغل بالورقة دي، هضيفها ازاي بقى وهعمل ايه، ده اللي هنشوفه مع بعض. اول حاجة هحط بس هأسس الابيض على الخشب عشان الالوان اللي هشتغل بيها عايزاها تبقى ظاهرة شايني. زي ما قلت لكم قبل كده، انا لما اكون بشتغل بالتشوك بينت ما بعملش تأسيس خالص. بعمل التأسيس امتى؟ لما اكون هشتغل بالوان محتاجاها تكون ظاهرة. بالرولة او بسفنجة او بفرشة زي ما احنا نحب. انا هعمل بالرولة كده، هدهن واسيبها تنشف، وفي نفس الوقت هبتدي اقصقص الورقة بتاعتي. هاخد الوحدات، انا عايزة وحدات، مش عايزة الورقة كلها. اهو ادي اول وحدة خدتها، هقصقص بقى الوحدات بتاعتي اللي انا عايزة استعملها وهوريكو هعمل فيها ايه. تمام، اخلص بس دهين واسيبها تنشف وارجع لكم. دهنت الابيض وقصقصت الورق زي ما انا عايزة، اخدت الايقونات الموجودة او الوحدة اللي موجودة في الورقة، وعندي الخلفية بتاعتي اهو ازرق في اللون التركواز الخفيف ده اللي هو ده. هبتدي ادهن الارضية بلون الورقة بتاعتي، نفس الوان اللي موجودة على خلفية الصورة، ازرق مع ابيض مع التركواز ده او النيوت. عندك اهي، هعمل بالدق طبعا علشان التداخل ده يبقى نفسه، شايفين التداخل ده يبقى نفسه. هبقى ماسكة فرشتين، فرشة فيها الأزرق وفرشة فيها اللون التاني. ولما انا بدق الالوان بتدخل في بعض. شايفين اهو، هخلص نفس الطريقة دي وينشف ونرجع مع بعضين. انا مش هقعد الون كله قدامكم كتير. زي ما قلت لكم الدق بيدخل الدمج حلو. خلاص نشف وخلصت
الخشبة كلها، وده الورقة، خلفية الورقة. شايفين النتيجة؟ ايه رأيكم بقى؟ نفس الفكرة، نفس اللون، نفس الطريقة، نفس التداخل، وكأنها ورقة على بعضها. شايفين بساطة أكتر من كده؟ حلوة صح؟ عجبتني، إن شاء الله يا رب تكون عجبتكم انتوا كمان. وبالنسبة للورق بقى، أهو أنا قصقصته وحدات، هوزعها بالشكل ده كده، هلزقها بالورميش. هاخد في الأماكن اللي أنا حطيتها كده. ليه بقى؟ علشان عندي هنا الستنسل أهو، بسم الله الرحمن الرحيم، هحطها في النص وأطبعها بألوان اللي هي اللي موجودة، الذهبي والنحاسي اللي موجود في الطباعة. اوكي، أظن الفكرة بسيطة قوي. و أمسك دي كده ألزقها أهي زي ما هي، لا خففت ورق ولا أي حاجة، لأني اوريدي ال ياربي أصعب على الحروف، فمش هتفرق معايا، مش هتفرق معايا إذا كانت عالية أو لأ، مش هتبان يعني. هدي اول قطعة، هجيب مثلا الزاوية دي مش باينة في الكتر، هجيب هنا اهو، وطبعا هدي وش كله قبل ما مطبع الستنسل، هدي وش ايه ورميش عشان الورق بتاعي يبقى اخد حماية، واللون بتاعي كمان واخد حماية. وطبعا بالنسبة للورنيش، قصدي بالنسبة للستنسل، مش هتفرق عشان هو دهان ميتاليك. بس هخلص اللزق واعمل الطباعة، اوريكم بقى الطباعة مع بعض. شايفين لما بلزقت؟ سبحان الله، وكأنها لازم تشوفوها بجد. شايفين؟ سوري، شايفين كأنها مية واحدة مع الرسمة. انا مبسوطة قوي بجد، عجبتني الفكرة، نفسها بالظبط، ومفيش فرق بينها وبين التلوين. اخلص تلزيق بقية الورق وارجع لكم. بعد ما خلصت الارضية كلها ونشفت ودهنت طبقة الورنيش زي ما قلت لكم، اهو في الورنيش باين، لزقت الستنسل اللي هشتغل بيها. هعمل انا قلت الالوان اللي موجودة في الرسمة نفسها ذهبي مع نحاسي، في جزء نحاسي وجزء ذهبي، فانا هشتغل باللونين مع بعض. وزي ما احنا عارفين، انا هشتغل بالفرشة عموما، وادق علشان ال ما يسيحش معايا. اخلص الدق واوريكم الشكل النهائي بتاعنا مع بعض. الفكرة بس معايا ان انا بدهن الارضية بلون ارضية الصورة، وبقصقص الورقة بتاعتي اوزعها. ليه عملت كده؟ المساحة بتاعتي كبيرة على مقاس الورقة، بس الحلو ان انا فعلا الحمد لله جبت الارضية بالظبط.
وممكن طبعا اللي حابب يغير لون الأرضية دي حاجة ترجع له. أنا بس إيه بوريكم الفكرة. نخلص ونرجع مع بعض كده. خلصت الستنسل، هبتدي اشيله. وبكده اكون خلصت فكرة النهاردة يا جماعة. ابسط من كده مفيش، ابسط من كده بجد مفيش. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ايه رأيكم؟ هحطها بقى كده بشكل ظريف وهعمل لها تعليقة من ورا طبعا. هحطها لكم واصورها لكم من بعيد عشان تبان على بعضها كلها. ايه رأيكم بعد ما خلصتها كده؟ ده الشكل النهائي للتابلو. فكرة بسيطة ورقيقة وحلوة ان شاء الله، حاجة اسلامي جميلة قوي. اتمنى يا رب الفكرة البسيطة دي تعجبكم، والى اللقاء في عمل جديد ان شاء الله. يلا باي.